السلام عليكم. اليوم غنبداو لو ديرني جور دان كونداني اللي هو لو رومون التالت. وبالنسبه لهذا الدرس هذا اصحاب الاولاد اللي راهم معايا خاصهم يكتبوا هذا الدرس في الدفتر، يعني بهاد العناوين وبهاد الشروحات اللي كاينين هنا، يعني خاصهم يكتبوه في الدفتر. نبداو بالتحليل ديال لو تيتر. لو تيتر لو ديرني كومبيان كومبيان ياتي دو مو كومبيان ياتي دو مو دون لا دون سيت فراز. Nous avons 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Tu as 2 tailles stables. Le dernier jour d'un condamné, je ne sais pas. Akhir yom, le wahid le ma'doum. Ma'doum, yani ma'doum, le ma'doum, l'Eden. Akhir yom. Yani l'adak akhir yom, yani je ne sais pas. Chakhs m'hkoum l'Eden. Chakhs m'hkoum l'Eden. Le katib ouwa? Victor Hugo. Mzien. Ktaf chi ktaba akhir diel Victor Hugo? من غير هذا كان يجينا كوماني ما قلتش من مياه يزاب كان عربيك لي ميغيزا لا البؤساء لا هو هذاك البؤساء وانا الفرنسية لي ميزي الميزيغابل لي ميزيغابل كيمي غازاب لي ميزيغابل مازين لو ديري جو دا كوندا شفنا بلي لا بواط ا ميرفي لو جونغ ديالها هي رومون اوتوبيغرافيك Antigone, le genre de la pièce tragique. Ah, le dernier jour d'un condamné, il y a un roman à thèse. Bimena. C'est quoi un roman à thèse? Est une expression utilisée en littérature pour classer des romans. Littérature pour classer des romans dans lesquels la réflexion philosophique, politique, scientifique ou religieuse prime sur l'histoire. Donc, je n'ai pas un roman à thèse. Thèse. Utilisé en littérature pour classer des romans. Qui est le petit qui t'a fait thèse qui est le petit qui fait la chi fikra, la chi autroha. Dès que le fikra, tu peux être philosophique, politique, scientifique, religieuse, prime sur l'histoire. Oui, mais là, un tarif, le kessa, un tarif de le kessa qui est le fikra. Il y a un roman à thèse, le créatif, le Victor Hugo. غادي يدافع على الفكره ديال لا بين دو مور، يعني عقوبه الاعدام. هو ضد عقوبه الاعدام، يعني هذه الفكره الرئيسيه اللي كيدافع عليها. كيقول لهم مثلا، كيقول لفرنسا انا ما متفقش مع الاعدام، واني ماشي خارج كيهرنط في الزناقي، فهمتي؟ عن طريق هذا الكتاب هذا قال لهم بلي راني ما متفقش مع الاعدام، فهمتي؟ بعض الانواع ديال لي رومون اتيز كاين لو ديناج دان كونداني فيكتور لو ديسيبل ديال لو بورجيت لا غريف ديال اين غاند لا بيست البير كامي وبزاف، يعني كل هادو كل واحد كيدافع على شي اطروحة معينة. بيوغرافي ديال الكاتب فيكتور ايغو 1802 مزيان. دونك هادي يعني 1802 سي لا دات دو نيسونس نيسونس ديال لا دات دو سا مور دو ديسي لا دات ديال لو ديسي ني بيزانسون le 26 février 1802, mort à Paris le 22 mai 1885. Figure littéraire hors pair, Victor Hugo est très jeune, attiré par la poésie et la gloire liée à l'écriture. Ses premiers succès lui apportent la célébrité. Je ne sais pas si Victor Hugo. Mathélène, Focage Z. Focage Met. Fin Z. فيلمات الانجازات ديالو. هو وجه ادبي معروف، يعني من الصغر ديالو كان كتعجبو لا بويزي بزاف، كتعجبو الكتابه بزاف، ودار بزاف ديال الكتب منها لي شاتيمون، لي كونتمبلاسيون، لي ميزيرابل. لي ميزيرابل هاد التواريخ اللي عندي هنايا كل فوقاش خرج دوك، يعني فوقاش لا بوبليكاسيون ديال الكتب. دابا نشوفوا القصه ديالنا اللي هي لو ديرناج دو كونداني. شوفوا لافيش ديالها. لوتور هو فيكتور هوغو. تيتر دو لو ديرناج جو دو كونداني بوبليي اون 1829، يعني فوقاش تكتبها فوقاش خرجها فوقاش تبوبليي فوقاش 1829. لو جون رومون اتيز ريزومي لو ليفر اي ليستوار دان نوم كي ايتي كونداني ا مور. L'histoire d'un livre qui raconte l'histoire d'un personnage condamné à mort. Il raconte ce qu'il vit pendant les dernières semaines de sa vie.
كيعاود داكشي اللي كيعيش في آخر سيمانة آخر سيمانة ديال ديال حياتك. حياته. Nous ne savons ni le nom de cet homme, ni ce qu'il a fait pour être condamné à mort. ما كنعرفو لا سميه ديال الشخص لا شنو دار باش تحكم عليه بإعدام. Mais nous pouvons comprendre et vivre avec cet homme ce que veut dire être condamné à mort. غادي نعيشو معاه ولكن غنعيشو معاه على حسب داكشي اللي كيقول. Il nous raconte sa vie en prison. وكيعاود انه غيعاود لنا حياته في الحبس. Nous parle de ses sentiments. غادي يعاود لنا على احساسات الاحاسيس ديالو. Les peurs. L'espoir. L'espoir de sa famille. De sa femme. Sa fille, sa femme, sa mère. هنا كنفهموا باللي راه هو هادي عنده بنته عنده مراتو عنده مو. Il raconte aussi quelques bribes de son passé et ses décrits quand il arrive le moment de l'exécution. يعني هنا حتى كيقرب الاعدام ديالو كيموت. هذه هي الخلاصه ديال القصه. الكتاب الكتاب فيه ثلاثه ديال بارتيات. الجزء الاول متعلق بيسيتر، الجزء الثاني متعلق بلا كونسيبر جوري، الثالث لامي. بيسيتر هنا فين غادي بيسيتر هي السميه ديال السجن، سميه السجن في باريس. لو بروسي هنا فين كيدار له الحكم ديالو، وهنا فين كيوصف لنا كذلك دوك الناس ديال الاعمال الشاقه وكيكون كيكتب. لا كونسيرجوري هنا فين كيديوه لباريس وكيتلاقى مع داك لو جولي. لوتيل دو فيل هنا فين كيلبسوه مزيان وكيديوه لا بلاص دو غريف، كيديوه البلاصه ديال الاعدام. لي بيرسوناج كوندان لي بيرسوناج ديال القصه هما Le condamné à mort, les geôliers, sa fille, sa femme, sa mère, le prêtre, la foule. La foule lui mène à... Les grandes prisons de Paris, la tabiomine, Bicêtre, la conciergerie, l'hôtel de ville. Les mots de les 5 semaines. من الوقيته ديال لا كونداناسيون ديالو الحكم ديالو حتى فاش كيطلع لي شافو لي شافو عندك الخشبه فين غادي الكتاب كيدافع على بزاف ديال المواضيع اولها لا بين دو مور لا بير لا ان لا ريليجيون لا فيونس كونتر لي بريزونيي لا انجستيس لا جوستيس يعني الظلم العداله الدين العنف ضد السجناء كيدافع على بزاف ديال الأفكار وأن الفكرة الرئيسية هو أنه ضد لا بين دو مور كيقول لهم أنا ضد لا بين دو مور. شوف معايا هاد الصورة هادي بشحال هادي في زمان باش كانوا كيعدموا بهاد الآلة هادي كتسمى لا غيوتين. هنا كيطلع داك المعدوم كينعسو ويحشيو له راسو هنايا وكيهبطو هاد لا لام هادي كتهبط كتقطع راسو. يعني من الشروط ديالهم خصها تكون نقيه وتكون ماضيه وهادي وهادي تيري ديري لها بزاف ديال الشروط كانت معروفه لدرجه ان الكاتب كان كيوصف عليها بزاف هاد الاله ديال لاغيوتي حلق. شوف هنا الجمهور الناس ضروري كتطلع كتفرج في الساحه كيديروا شي ساحه كبيره علاش ما دار كيجيبوا الناس يتفرجوا عقوبه لم من عقوبه داك الشخص اللي غيتعدم انه هو يقتلوه فشي بلاصه فشي خلا ولكن علاش كيجيبوا الساحه كيجيبوا ضروري الساحه مثلا يقدر باش ياخذوا الناس العبره فوالا يعني باش الناس تخاف وتاخذ العبره يعني اي واحد دار هكا اشنو يطرى له الخشبه شو كيدير اشو طويله تاني ستكون ماضي هذا هو الموضوع هذا هو عموما الخلاصه ديال لو ديرني جو كونداني والحصه الجايه غادي نديرو الشابيتر الاولاني انت مع لا بين دو مور انت مع لا بين دو مثلا شي واحد دار شي زبله مثلا واش انت تبغي له الاعدام لا انا كونت شوي با داكو علاش ما الاعدام ماشي كيفاش المهم كيفاش نقول كيفاش نشرح لك اشرح لي خصك تعرف الافكار توقد وشرح الافكار انت واش متفق مع الاعدام لا علاش ماشي ضروري باش يتعدم داك الشخص ولا شي حاجه ماشي كي مثلا سيدي كنتي غادي مع بنتك الصغيره وقتل لك بنتك واخا كياخذ العقوبه ولكن ماشي اعدام ما ويلا كنت الا كنت الا كنت الا كنت ضد الاعدام وقلت لك قتل لي بنتي قتلو دونك كان تسمى انا هيبوكريت
دابا انت دابا انت ضد الاعدام، ضد الاعدام، واخا يقتل دونك لك، داكشي اللي واخا يقتل غيطبقوا لك. على واي واخا، ولكن انا الا قلت لك انا ضد الاعدام وقتل لي بنتي وقلت لك سميتو، دونك انا بحال لا، قلتي الا قتل لك بنتك شنو هدير معاه؟ كيفاش القتل؟ غيمشي للحبس. يمشي للحبس، يعني كافيك انه يمشي للحبس. سي بون صح، غادي يطربها تما كدا. الا قتل لك مراتك وباك واحد ومك، سي بون واش تبغي؟ واش قتل يعني؟ ماشي قتلهم بالعاني. طيحتيني في واحد السيتوياسيون صعيبة. ايوا انا كنضحك على سيتوياسيون مجرى بصح. راه كاين الناس اللي كيقول لك مادام انه قتل لي عائلتي حتى هو خصو القتيل. مثلا قتل لك باك وامك، ماشي قتلهم يعني، ما دارش بالعاني، دارها بالعاني، مشى عندهم للدار وعرفهم باللي باين عتمان وماين عتمان، واش بدا ليهم؟ واش ما انت نقدرش نجاوب على السؤال هذا، الا ما قدرتيش ما تجاوب عندي يعني حتى راك شي غلط. فكرة، ماشي غلط، ما عندي حتى شي فكرة زعما ثابتة من الناحية ديالها. ما خصهاش تكون فكرة، غير انت شنو هتبغي لك السيد؟ هو قتل لك باك وامك، شنو هتبغي له كعقوبة؟ صافي ساهل. واه درها بالعاني، دارها بالعاني تا هو يعني. يقتله. اه دابا انت وديتي مع الاعدام.